بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. والاستوديو التحليلي النهارده لمباراه الاهلي والمقاولين العرب واللقاء المؤجل من الجوله 26 للدوري العام. ماتش مهم جدا للنادي الاهلي في بطوله الدوري، لكن هنتكلم على الماتش بعد كده. لكن قبل ما نتكلم على الماتش، في كام نقطه كده مهمين حابب ان انا اتكلم فيهم. النقطه الاولى لما كابتن محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر المقاصه صرح بانه هيقول للاعيبته تخاف على لعيبه النادي الاهلي. الماتش اللي هيتلعب ان شاء الله يوم الاحد الجاي، النادي الاهلي هيلاعب مصر المقاصه. كابتن عبد الجليل بيقول للاعيبته النادي الاهلي عنده مباراه في نهائي افريقيا، والنادي الاهلي بيمثل مصر. قبل ما بيمثل نفسه بيمثل مصر. ماتش مهم جدا في نهائي البطوله الافريقيه ان شاء الله يتوج فيها النادي الاهلي بالبطوله العاشره. ان شاء الله هيبقى يوم 17 مع كايزر تشيفز اللي هو جنوب افريقيا. لما الكابتن محمد عبد الجليل قال الكلمتين دول الدنيا اتقلبت. طبعا عارفين حضراتكم الدنيا اتقلبت من مين. بعض الناس قعدوا يقولوا ده عايز يفوت الماتش للنادي الاهلي. يعني الكابتن محمد عبد الجليل اللي لسه ماسك مدير فني مصر المقاصه عايز يفوت للنادي الاهلي المباراه اللي جايه. وقعدوا يتكلموا على الفير بلاي وظاهرة التفويت وكلام كتير جدا، وشككوا قبل كده في انتصارات النادي الاهلي وارقام النادي الاهلي. رغم الناس دي اللي هي نفسها بتردد الكلام ده ابعد ما يكونوا عن الفير بلاي. ناس اصلا حياتها مبنيه على الكذب وتصدير نظريه المؤامره لجماهيرها. ليه؟ لتبرير فشلها الدائم. بس كده، هي من الاخر كده. لو عايز حضرتك تعرف الفير بلاي تعالى اتعلم من الاهلي. لو عايز تعرف المنافسه الشريفه تعالى اتعلم من الاهلي. لو عايز تعرف اصول اي حاجه تعالى اتعلم من الاهلي. كان في زمان بيقول لك ايه؟ يا اللي اتحرمتوا من التعليم الفرصه لسه قدامكم. من غير ما تدفعوا ولا مليم انا بقول لك بقى النادي الاهلي يعلمكم. بص للتاريخ، بص لبطولات النادي الاهلي، خلي بالك انا بتكلم على بطولات محليه وافريقيه وعالميه. طبعا فاهم يعني ايه عالميه. انجازات النادي الاهلي ومواقفه التاريخيه وياما اتكلمنا عليها. وليه هنروح بعيد ليه؟ ما انت اصلا من ضمن المواقف دي كان ليك موقف مع النادي الاهلي، مع اشبال النادي الاهلي سنه 85 لو فاكرين ماتش كاس مصر. في فرق كبير جدا 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 بين النادي الاهلي واي نادي تاني، مع احترامي لجميع الانديه. بتكلم دلوقتي على اللي بيتكلموا وبيصدروا حاجات مش موجوده اصلا. الفرق ده اللي حضرتك عارفه ومتاكد منه انه فرق كبير جدا، بس حضرتك بتصدر لجمهورك نظريه المؤامره اللي هي اصلا مش موجوده. اللي هي اصلا مش موجوده عشان تشوه بس النادي الاهلي، رموزه، تاريخه، بطولاته، انجازاته، وفي نفس الوقت او قبل كل ده تبرر الفشل بتاعك اللي انت واقع فيه. اصلا سعادتك في الفير بلاي اللي حضرتك بتتكلم عنه ما ينفعش اصلا لاعب ياذي لاعب تاني، دي اول حاجه. ولا يدخل معاه في كوره بنوع من القوه بقصد الايذاء او يسبب اصابه له، مش بقى غصب عنه، لا قاصد. وعارفين انا بتكلم عن مين. ده اصل الفير بلاي. العب بشرف وقاتل على المكسب زي ما انت عايز، لكن بدون ايذاء المنافس. بدون ايذاء المنافس. ده بغض النظر عن ايه بقى؟ ان المنافس اللي هو النادي الاهلي اللي بيمثل مصر في بطوله افريقيا عنده بطوله مهمه جدا 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 اللي هي نهائي افريقيا. عشان كده كابتن محمد عبد الجليل كان بيتكلم من المنطلق ده. وعلى فكره يعني الكل بيقول لك ان كابتن محمد عبد الجليل اتكلم من منطلق ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي. حتى لو ابن من ابناء النادي الاهلي وبيلعب ضد النادي الاهلي، النادي الاهلي ما علمناش كده. النادي الاهلي ما علمناش كده. النادي الاهلي علمنا ان انا لو كنت لسه متواجد في النادي الاهلي ورحت حته تانيه ان انا اشتغل بحق، بصدق، بنيه كويسه، ان انا عايز اكسب حتى لو بلعب النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي. وانتوا خلي بالكوا الكلام ده حصل كتير جدا برضو السنين اللي فاتت. لو تفتكروا السنه اللي فاتت
كلموا على كابتن عماد النحاس، كلموا على ولاد النادي الاهلي اللي في انديه ثانيه ان هم بيفوتوا الماتشات النادي الاهلي. طب ماشي. يعني الكلام ده مردود عليه كتير قوي قوي قوي. طب البطولات الافريقيه اخبارها ايه؟ طب ثالث كاس العالم اخباره ايه؟ برضه جم يقولوا برضه الماتش اللي فات قال لك ان الكابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه فوت الماتش للنادي الاهلي. طب ازاي بقى؟ طب نيجي كده نحسبها بالعقل. ده الكابتن احمد سامي وسموحه كسبوا النادي الاهلي في الدور الاولاني في مصر. كنا في القاهره الماتش بتاع النادي الاهلي والنادي سموحه كسب مباراه. يعني لو حضراتكم تفتكروا ظروف الماتش وسيناريو الماتش ساعتها النادي الاهلي كان تقريبا متسيد الموقف. تقريبا متسيد الموقف. وفي اخر ثانيه من المباراه كوره هي ما كانتش هجمه، يعني هي كانت كوره ما نقدرش اقول عليها انها كوره مرتده يعني. فالنادي سموحه فاكر طبعا كان حسام حسن هو اللي استغل خطأنا وجاب هدف الفوز في الدقيقه الاخيره. طيب يعني نادي سموحه كسب النادي الاهلي في القاهره الماتش الاولاني. طب ما كان الاولى انه يسيب لنا ماتش القاهره. نادي سموحه كسبنا ماتش واحنا كسبنا الماتش الثاني. يعني نادي سموحه عمل اللي سعادتك ما عرفتش تعمله السنه دي. مفيش تفويت اهو. مفيش تفويت. انت سعادتك خسرت مني ماتش وتعادلت مني اتعادلت معايا الماتش الثاني. يعني انت ما عرفتش تكسب النادي الاهلي وعاوز الباقي يكسبه لك. ده في حاجه غريبه جدا انا عايز اكلم حضراتكم عليها. لو تقعد مع بعض الجمهور بالفريق المنافس وهو بيتفرج على النادي الاهلي وهو بيلعب اي فريق تاني ولا قدر الله النادي الاهلي خسر او تعادل، تحس ان هو فرحان اكتر ما فرقته كسبت. يعني فرحان اكتر ما فريقه بيكسب، اكتر من الفرحه اللي هو بيفرحها لما فريقه بيكسب. ولو فريق خسر يقول لك ايه قدام النادي الاهلي طبعا ده مفوت الماتش. يعني بص ناس غريبه جدا وعقليه فاضيه والظاهر لحد دلوقتي مش قادرين ينسوا القضيه، عمالين يقولوا اي كلام ويشوهوا وانتوا ابعد ما يكون عن الفير بلاي. ده حتى افكر سعادتك ان المدرب العام بتاعك طلع بنفسه قال انه ما كانش عاوز يجيب اهداف في الزمالك لما كان بيلعب في المحله. ده الفير بلاي. تقوم حضرتك تعمل كل حاجه غلط وتيجي عاوز باقي الانديه تبقى زيك ويبقى الكل في الهوا سوا. ده مش هيحصل. لان احنا النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي علمنا حاجات كتير قوي 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 حتى لو انا بلعب ضد النادي الاهلي. كل احترام بلعب زي ما يكون بلعب جوه النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي، قيم، مبادئ، تاريخ، هو ده اللي احنا اتعلمناه في النادي الاهلي. فانت سعادتك جاي بتقول كلام ما قالوش الكابتن محمد عبد الجليل، الكابتن عبد الجليل كان بيقصد حاجه ثانيه خالص، كان بيقصد ان النادي الاهلي هو ممثل مصر في البطوله الافريقيه، النادي الاهلي بيلعب باسم مصر قبل ما بيلعب باسم النادي الاهلي. كابتن محمد عبد الجليل عارف ان النادي الاهلي داخل على موقعه كبيره جدا في الفاينل ان شاء الله. وده كان قصده. يا راجل ده انت المتحدث الاعلامي بتاعك طلع بنفسه نسف فكره نظريه المؤامره اللي انت متشعبط فيها العمر كله. وقال بصوت وعظمه لسانه انهم عمرهم ما بيتظلموا. وبياخدوا حقهم تالت ومتلت كمان. بس احنا بنقول انه اتظلم وفي مؤامره عليه عشان ايه بقى؟ عشان نبرر مره الدوري ما خدناهوش، مره الكاس مش عارف حصل له ايه، مره افريقيا ما كملناش فيها عشان هو يعني انا عايز اعرف هي المبررات دي كل سنه والثانيه والثالثه والرابعه ولحد ما وصلنا 40 50 سنه ما تزهقش منها؟ بلاش ده. طب المتحدث الاعلامي غلطان. خلينا في رمز من رموزك كابتن احمد حسام ميدو طلع في البرنامج بتاعه قال ان تاجيل ماتش غزل المحله كان بناء على رغبه كارتيرون لانهم خيروه الماتش يتنقل لملعب تاني عشان استاد القاهره فيه شويه حاجات ولا يتاجل. مستر كارتيرون طلب التأجيل. طلعت بقى الألسنة اللي بتتكلم باسم المنافس. تقول إيه؟ في القناة. مش عارفين التأجيل كان ليه. ده إحنا ما كناش عايزين نأجل.
ده مستر كارتيرون مش عايز ياجل، احنا مش عارفين السبب. انت بتضلل الجمهور بتاعك، يعني انت بتضلل الجمهور عشان برضه ترسخ في دماغهم نظريه المؤامره اللي هي اصلا مش موجوده، اللي هي اصلا مش موجوده. طب انا هقول لسعادتك حاجه، ما تيجي بالارقام نحسب الفرق بين الاهلي والزمالك ونشوف الارقام بتقول ايه. الارقام هتقول لك ان في فرق كبير جدا. بقول لك ايه، مفيش منافسه اصلا، مفيش منافسه. احنا ممكن نقول النادي الاهلي فوق في القمه بالارقام كلها، واللي تحتيه اللي تحتيه يجي بعديه بحاجات كتير قوي 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 تحت. ولكن احنا برضو في قناه النادي الاهلي احنا ما بنتكلمش على حته الفروقات بيننا وبين نادي الزمالك ان ده عيب، ما بنتكلمش على كده خالص. انا بتكلم على الجماعه اللي هم بيتكلموا وبيشككوا في قدرات النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي والارقام القياسيه بتاعت النادي الاهلي. انما كامل احترامنا لمجلس اداره نادي الزمالك وكامل احترامنا لجمهور نادي الزمالك، احنا بنتكلم على فئه معينه، احنا بنتكلم على قناه معينه. ده حتى رئيس نادي الزمالك كابتن حسين لبيب بنفسه قال ان الكابتن احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه في اتحاد الكره كان بياخد رايهم في انهم لو عايزين ياجلوا ماتشات ولا لا، لكن كارتيرون هو اللي كان بيطلب دايما ان الزمالك يلعب بعض ماتشاته لان العمليه ماشيه والزمالك بيكسب والفرقه ماشيه كويس، وكان عاوز بس يوسع فرق النقط مع النادي الاهلي عشان يضغط على النادي الاهلي لما يجي يلعب النادي الاهلي بعد كده في مؤجلات، يبقى المؤجلات ديت هيبقى مع فارق النقاط يبقى في ضغط على النادي الاهلي. ده خلي بالكم ايه، ده الكلام ده اتقال، مش انا اللي بقوله، دي تصريحات علنيه كلنا شفناها وسمعناها. وتطلع بعد كده سعادتك تقول الفير بلاي والمؤامره، فير بلاي والمؤامره دي مش بتاعتنا احنا. الحقيقه الواضحه بقى ان سعادتك محبط وركبك بتخبط في بعض من ساعه ما النادي الاهلي رجع يلعب ماتشاته في الدوري، لان كل ما النادي الاهلي هيكسب ماتش ما تبقاش انت على بعضك، عشان عارف ان النادي الاهلي لو كمل في المكسب وكسب ماتشات المتاجله هيتصدر الدوري واحلامك كلها هتطير في الهواء. لا ومش بس كده، البطوله الافريقيه اللي انا حققتها السنه اللي فاتت على حسابك في نهائي القرن بالقاضيه لو انتوا فاكرين، طبعا دي مش ممكن تتنسى. على فكره القاضيه دي مش اول قاضيه، مش اول قاضيه بيننا وبين المنافس، هيجي سيرتها بعد كده في ان شاء الله ان شاء الله، بس لما ناخد العشرة باذن الله نبقى نتكلم كام قضيه حصلت بيننا وبين بعض قبل كده. يمكن انت خرجت منها من دوري المجموعات، انت خرجت من البطوله الافريقيه من دور المجموعات، النادي الاهلي مكمل وبيستعد علشان يلعب باذن الله النهائي باذن الله باذن الله في طريقه للعشرة يوم 17 ان شاء الله. كل ده مخليك مش متزن ومش على بعضك. لا ده انا قريت حاجه النهارده كمان او امبارح، بعض لعيبه المنافس اللي هم القدام يقول لك حتى لو النادي الاهلي بيلعب مش عارف نهائي افريقيا، احنا عارفين ان نهائي افريقيا النادي الاهلي هو يعتبر في البدايه او في الاول هو ممثل مصر، هو ممثل مصر في البطوله، ولو خد البطوله حاجه جميله جدا وحاجه كويسه جدا 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 لمصر. يقول لك انا مش هشجع النادي الاهلي، انا بالعكس انا عايزه يخسر. على فكره لو الموقف عكسي، حتى لو اللي جواك دوت موجود، عمر ما تلاقي حد منتمي للنادي الاهلي يقول الكلام دوت لو الموقف عكسي. بقول لحضرتك حتى لو الكلام ده موجود جواك، عمر ما تلاقي حد من لعيبه النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي او حد منتمي لمجلس اداره النادي الاهلي او اعضاء النادي الاهلي يطلع يقول على الهوى علانيه يقول الكلام دوت. انا بس عايز اعرف حضراتكم ايه الفرق بين الاهلي وبين، انا بقول لك بس حاول ايه تثبت شويه، ده اللي جاي كله ان شاء الله بطولات للنادي الاهلي، بطولات بتعب مجهود نظام مبادئ التزام، تضليل والتشويه ده ما بيجيبش معانا، ما بيجيبش معاك بطولات، لا بيجيب معانا احنا بطولات. افضل انت اعمل كده واحنا طول عمرنا الحمد لله وما زلنا ماشيين في الطريق اللي احنا رايحين له واللي احنا راسمين له واللي احنا بنسعى له
من ساعه ما النادي الاهلي اتعمل احنا لينا هدف معين، الهدف ده احنا بنركز فيه، مالناش دعوه بحد تاني. انا كده خلصت كلامي، نرجع بقى لماتش النهارده. ماتش النهارده قدام نادي المقاولين، نادي قوي، يمكن الظروف السنه دي مش ماشيه معاه النتائج زي السنه اللي فاتت، معاه مدير فني محترم الكابتن عماد النحاس، عمل معاهم موسم استثنائي الموسم اللي فات. السنه دي كان فيه شويه عكوسات، عدم توفيق، والبدايه ما كانتش كويسه فاثرت على الترتيب في الجدول، اثرت على الاداء في بعض المباريات، اثرت على بعض النتائج في بعض المباريات. في اوقات كان بيبقى هو كويس ولكن النتائج مش بصالحه. ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله النادي الاهلي يفوز النهارده ويواصل مسيرته نحو القمه. تعالوا نروح نشوف زميلنا كريم احمد ونطمن منه على اخر الاجواء قبل مباراه الاهلي والمقاولون العرب. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. تحدي جديد وجوله جديده من بطوله الدوري العام، المقاولون والاهلي على استاد بيترو سبورت في احد المباريات المؤجله من الجوله 26 في التاسعه مساء. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. شفنا اداء مميز الحقيقه ونتيجه رائعه وقراءه فنيه كانت مميزه جدا في المباراه الاخيره، فبنتمنى ان شاء الله باذن الله يستطيع النادي الاهلي يمشي على هذا النهج المميز، منها مرورا لمباراه المقصه وكل حدث حديث بقى في مباراه النهائي طبعا بطوله افريقيا، مباراه كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا. كالعاده طبعا كابتن ايمن متواجدين في فندق الاقامه، الامور طيبه جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. انتهت بقى خلاص الاستعدادات الفنيه بمران اخير على استاد مختار التتش. الحقيقه التركيز كان واضح بشكل كبير جدا على كل لاعبي النادي الاهلي، مرحله مهمه جدا وتلاحم كبير، خلاص يمكن دخلنا في المراحل النهائيه، لكن بالاصرار الكبير وبالعزيمه اللي بنشوفها وبجديه لاعبي النادي الاهلي يعني بيبقى عندنا تفاؤل كبير جدا ان احنا كل مباراه نشوف الاداء المميز جدا اللي بيخوضوا بيه النادي الاهلي بطوله العام. الامور طيبه جدا طبعا، والبرنامج العادي بالنسبه لفريق النادي الاهلي، افطار صباحا ثم وجبه غداء ومحاضره فنيه اخيره هنا في فندق الاقامه اللي بياكد عليها بشكل كبير جدا بيتسو موسيماني على نقاط القوه والضعف، الثغرات، طريقه اللعب، الادوار، التكتيك والتشكيل كمان اللي هيخوض بيه النادي الاهلي هذه المباراه. ويا رب ان شاء الله باذن الله يكون موفق موسيماني في اختياره للتشكيل، في قراءاته الفنيه من خارج الخطوط، وايضا كمان التغييرات اللي بيكون ليها تاثير كبير جدا وبتفرض شخصيه النادي الاهلي بشكل كبير في كل المباريات. لكن برغم يمكن كل الاخبار اللي بنقولها، عندنا اصابات عديده كابتن ايمن، 10 لاعبين النهارده بيغيبوا عن صفوف فريق النادي الاهلي، منها للرؤيه الفنيه ومنها لعدم الجاهزيه ومنها ايضا كمان لاستمرار الاصابه، على راسهم طبعا علي لطفي اللي بنتمنى له ان شاء الله العوده سريعا، شد في العضله الضمه، لكن ان شاء الله في خلال 5 ايام يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي ليشارك من جديد. ممكن ما يلحقش مباراه المقص، لكن يعني منتظرين ان شاء الله يكون في مباراه الكايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا. بينضم لي علي لطفي، وليد سليمان ايضا كمان اصابه للعضله الخلفيه، ناصر ماهر رؤيه فنيه، محمود متولي عدم جاهزيه، كريم ندبد، احمد رمضان بيكهام رؤيه فنيه، مروان محسن ايضا رؤيه فنيه، سعد سمير ومحمد محمود. عدد كبير من الغيابات، 10 لاعبين، لكن كالعاده ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي، الاهلي بمنحدر في كل المباريات رغم الظروف ورغم الصعوبات، لكن ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون على قدر المسؤوليه كالعاده ويكونوا سبب في اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. 21 لاعب في القائمه، ان شاء الله بيتسو موسيماني يكون مميز في اختيار التشكيل. الامور كلها طيبه جدا يا كابتن ايمن، وان شاء الله باذن الله رغم وصلنا على طول لاستاد بيترو سبورت يكون معاك تشكيل المباراه، ننقل لك الاجواء وننقل لك كمان يا كابتن ايمن ارضيه الملعب. يمكن احنا بقالنا فتره كبيره ما تواجدناش على ملعب استاد بيترو سبورت، فنشوف جوده ارضيه الملعب. الملعب ده طبعا شويه بالنسبه طبعا للرؤيه، لكن ان شاء الله باذن الله كل الصعاب دي للنادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي هتتغلب عليها بشكل كبير، ويكون الثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي يحسموها بشكل كبير، ويتبقى لنا مباراه مصر للمقصه، 3 نقاط ايضا يكونوا في جعبه النادي الاهلي، ومنها التركيز الكبير والحلم الكبير والحفاظ على لقب البطوله الافريقيه العشر ان شاء الله يكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. مستمرين معاك كابتن ايمن لحظه بلحظه، ننقل كل الكواليس من اخبار ومن فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. عوده ليك من جديد والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. يمكن كريم طمنا على الاجواء والغيابات، انا بعتبرها مش غيابات كتير قوي، لان في ناس منها اللي يعني الاصابه، ولكن ده العدد قليل الحمد لله رب العالمين. الجاهزيه الفنيه او رؤيه المدير الفني دي حاجه كويسه برضو، ان انا حاسس ان الفتره الاخيره او الماتشين الاخرانيين في الدوري بجانب ماتشين الترجي، حاسس ان النادي الاهلي تقريبا معظم لاعبيه وصلوا لاعلى مستوياتهم الفنيه والبدنيه، وده واضح في الماتشات الاربعه الاخيره، 2 الترجي رايح جاي، والاثنين الدوري سواء بيراميدز او سموحه. اللي عايز اقوله لحضراتكم
ان في ناس يعني احنا زعلنا كتير جدا في ماتش بيراميدز، ولكن ده من احسن الماتشات اللي اداها لعيبه النادي الاهلي على المستوى الفني وعلى المستوى البدني. يمكن كان في عدم توفيق شويه هو اللي ادى لضياع نقطتين، ولكن ده من افضل الماتشات اللي عملها النادي الاهلي الفتره الاخيره. كان تقريبا الشوط الثاني بالذات تقريبا وان سايد جيم، احنا بنلعب في نص ملعب. لو في اخطاء نقول اخطاء، كان ممكن نقتل الماتش بالثالث والرابع والخامس ممكن، ولكن بتحصل. ولكن شايف ان اولا النادي الاهلي الحمد لله دي ميزه في النادي الاهلي، ان هو فريق جماعي ما بيعتمدش على نجم واحد. في لعيبه بتبقى مؤثره، لو غابت بتبقى مؤثره، ولكن الاعتماد الكلي على جماعيه الفريق، وده اللي واضح في الماتشات كلها. حتى لما تشوفوا حضرتك لو تراجعوا الموسم دوت او السيزون ده او من ساعه ما جه مستر موسيماني لحد النهارده، هتلاقوا في اوقات كتير جدا لعبنا بدون بعض من العناصر الاساسيه المهمه جدا المؤثره في الفريق، ولكن ما بتفرقش. اخرهم عشان برضو ما نروحش بعيد، كان اكرم توفيق لما محمد هاني غاب، اكرم توفيق سد مكانه، ويمكن حضراتكم طلعتوه اكتر من مباراه نجم المباراه. فالنادي الاهلي ما بيعرفش لعيب معين، ودي اللي هي جماعيه النادي الاهلي. حتى في الروح، روح جماعيه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، بغض النظر عن الفنيات والاداء البدني، هي سر نجاح وقوه النادي الاهلي. الحاجه الايجابيه ان انا حاسس ان اللعيبه كلها الفتره اللي فاتت الحمد لله في حاله فنيه مرتفعه جدا جدا جدا، والفروقات تبدو بسيطه جدا. يعني بنشوف ناس بره قاعده على الدكه بتنزل بتصنع الفارق، شفناه في الماتشات اللي فاتت كلها. شفنا مثلا حسين الشحات بيعاود التألق مره تانية الثلاث ماتشات الاخرانيين، لو تلاحظوا الثلاث ماتشات الاخرانيين كل ماتش بيجيب فيه حسين الشحات جول. طاهر محمد طاهر بقى مؤثر، والعجله نقدر نقول دارت دلوقتي، ودخل في الاجواء وبقى لعيب من اللعيبه الاساسيين اللي يعتمد عليهم. اكرم بيلعب في مكان مش في مكانه، ولكن من نجوم النادي الاهلي. يعني انا كمستر موسيماني هبقى في حيره كبيره جدا دلوقتي لما يرجع لي هاني وعندي اكرم متالق، لما يرجع لي بدر وعندي ياسر كان متالق الماتش اللي فات، لما يرجع لي رامي وعندي ايمن اشرف، لما يرجع لي ايمن اشرف وكان عندي رامي متالق. يعني انا دلوقتي في حيره، انا كمستر بس حيره ايجابيه، حيره في صالح الفريق. انا حاسس ان الفرقه كلها الفتره ديت خلاص بعد الفتره اللي هي بتاعه افريقيا بتركز دلوقتي على ماتشات الدوري، انا عايز اكسب ماتشاتي المتاجله. والفكر كله دلوقتي ان دي ماتشات كؤوس، احنا كلاعيبه نادي الاهلي بنلعبها دلوقتي ماتشات كؤوس، كل ماتش بماتشه لازم اكسب ان شاء الله، طبعا لازم اكسب علشان اواصل وارجع ان شاء الله للفرق اللي بيني وبين المنافس بسبب مبارياتي المؤجله. ان شاء الله لو ربنا كرمنا وكسبنا ماتشاتنا المؤجله باذن الله هنفرق عن المنافس نقطتين. فالفكر دلوقتي لعيبه النادي، خلي بالكم فكر لعيبه النادي الاهلي دايما ما بيسبقش لقدام، لا بياخد كل ماتش بماتشه. احنا خلصنا افريقيا وربنا عداها على خير وداخلين فاينل، داخلين دوري، خلاص نبقى نبص للدوري. انا فاكرين لو حضراتكم فاكرين الاستوديو اللي فات قلت لكم في المواقف الصعبه مع الفرق الكبيره واللعيبه الرجاله بيحصل استنفار للفريق. انا كنت مشفق جدا 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 على نادي سموحه الماتش اللي فات. قبل الماتش انا كنت مشفق على سموحه، لان انا عارف النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي هتظهر ازاي في الماتش ده، ولاعيبه النادي الاهلي كانوا ممكن يعملوا نتيجه اتقل من كده مرتين، ولكن هم برضو يعني رأفوا بحال سموحه شويه. ولكن الفتره دي فتره حاسمه جدا جدا جدا، ومن النقاط الايجابيه تقارب المستويات بين الاساسي اللي في الملعب وبين الدكه اللي بره، والدليل ان بعض اللاعبين اللي على الدكه لما بينزلوا بيبقوا مؤثرين جدا جدا جدا. نتكلم بقى عن الماتش بتاع النهارده والمواجهه اللي هتجمع بين مستر موسيماني وعماد النحاس. الماتش الثاني في الدور الثاني بين الفرقتين. الماتش الاولاني كسبنا 3-2، يمكن احنا كنا متميزين جدا 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 الشوط الاول، ولكن دخل فينا جولين. ولكن الشوط الثاني
كانت العودة للنادي الأهلي، كانت العودة للنادي الأهلي والروح القتالية العالية جدا 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 لعيبة النادي الأهلي وظهور شخصية النادي الأهلي في المواقف الصعبة مكنت النادي الأهلي من انه يكسب الماتش 3-2 وضاع منه زيهم كمان. يعني بالثلاثة ضاع منه أكتر من ثلاثة كمان، ولكن بالرجولة والحماس والروح وتلافي الأخطاء اللي حصل الشوط الأول الشوط الثاني تلافيناها قدرنا نكسب المباراة، ويمكن دي كانت أصعب وأغلى ثلاث نقاط في الدور الأولاني. أصعب ثلاث نقاط حصلنا عليها الدور الأولاني بفضل الجدية والروح العالية. إن شاء الله النهاردة يمكن مستر موسيماني اتكلم عن ماتش المقاولين وقال أنا مفكر حضراتكم إن إحنا كسبنا الماتش الأولاني إزاي، ولما تأخرنا الشوط الأول إيه اللي حصل الشوط الثاني وظهرت شخصية النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي وقدرنا نرجع الماتش ونكسبه إزاي. إن النهاردة إن شاء الله البداية بتاعة المباراة تكون زي الماتش اللي فات الشوط الثاني اللي احنا نهينا بيه، دي تكون بداية النادي الأهلي، دي تكون بداية النادي الأهلي زي ماتش الأهلي وسموحة اللي فات. نتمنى التوفيق لكل لعيبة النادي الأهلي، نتمنى المكسب طبعا أولا، وفي نفس الوقت بإذن الله ما يحصلش أي إصابات للعيبة النادي الأهلي. طولت عليكم، هنروح لفاصل وبعد الفاصل هنيجي نستقبل نجومنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. انتظرونا. We'll be right back.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن علاء مهيوب. اهلا وسهلا بيك كابتن، مشرفنا. اهلا بيك يا كابتن اسامه عرابي، مشرفنا كابتن. اهلا وسهلا بيك ايمن. كابتن عادل عبد الرحمن، اهلا كابتن ايمن. اهلا بيك، الله يسلمك كابتن. كابتن احمد بلال، مشرفنا كابتن. ربنا يخليك يا رب. الحمد لله، اهلا بيك. ربنا يخليك يا رب. كابتن علاء، ماتش مهم جدا النهارده، وقبل ما ندخل في اجواء الماتش تعالى مع بعض نشوف تشكيل نادي الاهلي النهارده. اوكي، تشكيل نادي الاهلي هيبقى محمد الشناوي لحراسه المرمى، خط الظهر اكرم توفيق ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، الاثنين اللي في القلب ايمن اشرف وياسر ابراهيم، ويبقى كده مستر موسيماني مثبت خط الدفاع بتاع الماتش اللي فات بتاع سموحه. اثنين قدامهم وسط مدافع حمدي فتحي واليو ديانج، والرباعي الامامي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر على الاطراف، في وسطهم محمد مجدي قفشه ومهاجم وحيد محمد شريف. هنقوله مره ثانيه، محمد الشناوي لحراسه المرمى، خط الظهر اكرم توفيق وعلي معلول ظاهرين، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم ايمن اشرف، وسط مدافع اليو ديانج حمدي فتحي، رباعي الامامي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات على الاطراف، في قلبهم محمد مجدي قفشه وقدام محمد شريف. الاحتياطي مصطفى شوبير، محمد هاني، اجاييه، بواليا، بدر بنون، رامي ربيعه، محمود كهربا، محمود وحيد، وصلاح محسن. كابتن علاء، النادي الاهلي النهارده عايز يكمل مسيره الانتصارات والاداء المتميز اللي احنا شفناه اخر مباراتين. يمكن كان في عدم توفيق الماتش الاولاني مع بيراميدز، انما الماتش الثاني اشفقنا كلنا على سموحه، وقدم النادي الاهلي مباراه رائعه وحقق نتيجه كبيره جدا واداء متميز. هو بس بالنسبه للتشكيله يا امل، يعني التغيير الوحيد هي بس ديانج يعني بدا ديانج مكان عمرو السوليه، وهو مستر موسيماني غالبا بيبقى التغييره مع ديانج وعمرو السوليه، ودايما زي ما اتفقنا الاستوديو اللي فات ان حمدي فتحي هو الاساسي بتاعه لحاجات كتير قوي اتكلمنا فيها، مش عايزين نعيدها تاني. هو بعد اذن كابتن علاء، هو مريح عمرو السوليه خالص ماتش النهارده كويس، لان عمرو كان فعلا محتاج مجهد. عمرو مجهد، واضح ان هو مجهد، عمرو على طول بيلعب ماتشات، فطبعا كويس. والحلو ايمن يبقى عندك زي ما قلت قبل كده مفيش اصابات، فلما تحب تريح وتعمل روتيشن الامور متاحه. مظبوط، بعدين انت دايما بتريح نجم بنجمه، ما بيحصلش خلل في الشكل او في الاداء نفسه. بالزبط، فطبيعي جدا ديانج، عمرو السوليه، حمدي فتحي، الثلاثه بيأدوا اداء ممتاز طبعا. صحيح. اللي عايز اقوله ان النادي الاهلي بغض النظر عن اللي حصل قبل مباراه سموحه مع بيراميدز وبعدين مباراه سموحه، النادي الاهلي ايمن هو دايما هدف واحد اللي بيبص عليه، هو بيلعب على ثلاث نقاط في اي مباراه، على المكسب، ما بيفكرش في حاجه ثانيه خالص غير كده النادي الاهلي. عشان كده لما بتحصل حاجه غير المكسب بتحس ان بالنسبه لنا حاجه مش طبيعيه. صح. بالنسبه لنا احنا كمحللين هنا، كجماهير، حتى كلاعيبه، حتى كلاعيبه، كل الجهاز، كل الاداره، كله بتحس ان حاجه مش طبيعيه. بس مقبوله، يعني مفيش فريق في العالم على طول مكسب، بتحصل لك حاجات كده مقبوله، وكويس ان حصل تعادل، ما حصلش حاجه اكتر من كده، لكن حاجه ما عدت الحمد لله. ولكن بيبان شخصيه الاهلي في المباراه اللي بعدها على طول، لان انت مش متعود على كده. انت ما انا بقول لك يا ايمن، انت بالنسبه لك التعادل انت هزيمه. انت بالنسبه تعادل انت النهارده لا، هزيمه بالنسبه لك. عشان كده المباراه اللي بعدها ما ينفعش يبقى ما ينفعش تعادل مرتين. انت عارف احنا بنتكلم عليه، بقول لك تعادل مرتين. صحيح. مش مثلا خساره لا لا لا، تعادل مرتين بالنسبه للنادي الاهلي ومن زمان على فكره مش من الايام دي، بتبقى مشكله كبيره جدا. مزبوط. عشان كده كانت مباراه سموحه كلنا توقعناها ان هي هتبقى مباراه صعب على سموحه جدا. صح. هيبقى ضغط من الاول للنادي الاهلي، وحسمها النادي الاهلي في الشوط الاول 3-0 واداء لحد كبير كويس، اخطاء بسيطه لكن الاداء مقبول جدا، ونتيجه الناس كلها قبلتها كويس قوي، كانت ممكن تزيد اكتر من كده كمان، ان كان عندك القدره انك تزود النتيجه اكتر من كده. صحيح. نفس الكلام بقى النهارده يعني سموحه الطبيعي بتاعك يا ايمن انك تكسب سموحه، مع احترام الكامل ليه، ده الطبيعي بتاعك، بتلعب على بطوله. النهارده نفس الكلام برده، عايز ثلاث نقاط مهمين جدا في سباق الدوري ممتاز، بتلعب فريق كل احترام ليه المقاولين، لكن تفكيرك واحد النهارده، تشكيلك زي ما اتفقنا ما فيهوش اي تغيير، حتى اللعيب اللي خرج واللي دخل هو مفيش فيه تغيير خالص. مزبوط. مستر موسيماني خلاص معتمد على اللعيبه دي، على الشكل ده وعلى الطريقه دي. هغيرها امتى الله اعلم، لكن هو معتمد عليها تقريبا غالبا ماتشات الدوري كلها، ما بيغيرهاش، او الفتره دي هو 4-2-3-1 بيادوها اللعيبه كويس جدا. يمكن حسين الشحات وطاهر عجبوني الماتش اللي فات، مجهود كويس وبداوا عايزين يبقوا موجودين. مزبوط. حسين احرز هدف واتلغى له هدف حلو قوي، لكن ربنا عوضه بهدف اقل حلاوه، لكن هدف. صح. نفس الكلام بطاهر، بيحاول، محمد شريف طبعا ما شاء الله، ده
نجم الشباك. عشان كده لعبتك لحد كبير الحمد لله في حالة مطمئنة. صحيح. فنيا وبدنيا طبعا امتياز. وزي ما بقول لك انا ايمن الحاجة الحلوة اللي مساعدانا الحمد لله الفترة دي ان معدل اصاباتك بسيط جدا. الف كابتن اسامة. النادي الاهلي يمكن الفترة ديت فترة مهمة جدا 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 في سواء في الدوري او في بطولة افريقيا. النادي الاهلي كل ما بيكسب بيمثل ضغط على المنافس. النادي الاهلي بيلعب الماتشات اللي باقيه كلها لان دي لا تحتمل القسمة على اثنين بنظريه مباريات الكؤوس. مظبوط. طبيعي النادي الاهلي ضغط في الماتشات قلنا فتره طويله اللي هي اللي كان بيلعب كل 3 ايام ماتش قبل ماتشين الترجي وجيف مصلحته كتير جدا الراحه اللي خدها قبل ماتش الترجي ووضحت في الحاله البدنيه والفنيه اللي رجع بيها النادي الاهلي من يوم مباراه الترجي في تونس اللي كسبنا فيها 1-0 ثم هنا وماتشين بيراميدز وسموحه رغم انه بيراميدز ما كسبناش لكن كنا الاقدر والاحق بالمكسب لكن حصل تعادل في الدقيقه الاخيره. ماتش سموحه الاداء بس على فكره الاداء كان كويس يا كابتن اسامه في ماتش بيراميدز يعني النادي الاهلي قدم اداء متميز. بقول الاداء كان مميز النتيجة بس النتيجه جت عكس سير اللقاء وخسرنا 2-2 خسرنا نقطتين لكن ماتش سموحه رجع الاداء بشكل جيد واربع اهداف رائعه غير الاهداف او الفرص المحققه اللي راحت. فطبيعي النادي الاهلي لازم يحاول يكسب كل الماتشات لانه فرق الست ماتشات بيننا وبين نادي الزمالك المنافس هم لاعبين 27 واحنا 21 لو كسبنا كل الماتشات هنبقى فارق 2 بونتين يعني. صحيح. والنادي الاهلي ما بيلعبش الا غير على البطوله ويلعب على بطولة الدوري طبعا اللي هي البطولة المحببة ليه وأيضا بطولة إفريقيا إن شاء الله في النهائي مع كايزر شيفز يقدر يكسب ويتوج بالعشرة. فالماتش النهاردة طبعا مهم جدا ماتش كل ما بتكسب زي ما أنت بتقول النقط بتقرب من المنافس فبيحس بقلق زي ما احنا دلوقتي بالظروف اللي حصلت معانا مضغوطين بالزبط. لان احنا عايزين نكسب كل الماتشات بالظبط لكن الحمد لله ان فعلا اللعيبه كلها رجعت في الوقت ده اللعيبه المهمه اللعيبه اللي كانت مجهده ابتدت ترتاح يعني فتره طويله فقدنا معلول فتره طويله فقدنا ايمن اشرف فتره فقدنا حمدي فتحي ايضا في لعيبه بقى كانت بتلعب كل 3 ايام كانت مجهده بشكل كبير يعني واحد زي حسين الشحات ابتدى يرجع للحاله اللي المفروض انه يكون عليها حسين الشحات كان في فتره بيلعب على طول كان مضغوط السوليه نفس الشيء عشان كده النهارده مستر موسيماني مريحهم لاعب حمدي اليو ديانج جنب حمدي فتحي هو التغيير الوحيد زي ما علاء قال فالحمد لله انه اللعيبه اكتملت بعد او في الفتره الحرجه دي اللي هي ضغط المباريات المؤجله مع نهائي البطوله الافريقيه فطبيعي انه احنا كل ما نكسب مباراه بيبقى في مصلحتنا معنويا ونفسيا بتفرق كتير جدا مع الجهاز الفني بتفرق كتير جدا مع اللعيبه مع الاداره مع الجماهير بتحس باطمئنان فالحاله اللي كان فيها لعيبه النادي الاهلي في اخر 4 ماتشات اللي هما ماتشين الترجي وثم بيراميدز ثم سموحه تؤهله النهارده انه يكون قادر ان شاء الله ان يكسب المقاول العرب صحيح الماتش مش هيبقى سهل لانه فرقه بتصارع عشان تفضل في الدوري صحيح لكن اعتقد انه بامكانيات لاعبتنا والاحتياطي اللي موجود او اللعيبه اللي جوه التشكيل يعني عندنا مقومات كتيره جدا وحاله لعيبه كتيره كويسه تقدر تخلص الماتش النهارده ونكسب 3 نقط في صراع المسابقه باذن الله. المقاولين العرب طبعا يعني هيبقى متعب هنجيله نيجي نتكلم عن فريق لكن النادي الاهلي ان شاء الله اقرب للمكسب النهارده ان شاء الله. كابتن عادل النادي الاهلي بيبدا النهارده رحله المؤجلات 7 ليه تمام ويمكن بعد المباراتين اللي فاتوا يعني زعلنا كلنا الماتش بيراميدز في النقطتين كنا احنا الاقدر والافضل ولكن قدر الله ما شاء فعل جينا سموحه كسبنا 3 نقط وقدمنا اداء متميز ابتدت الناس مع ان في فرق كبير جدا في الماتشات المؤجله وعدد النقاط ولكن ابتدت الناس تقول عايزين الدوري يا اهلي. طب خليني يا كابتن اخدك الاول في جانب اخر قبل ما اجاوب على السؤال ماشي
اول حاجه انا مشفق جدا على النادي الاهلي في الفتره الحاليه. أي. انت عندك فاينل افريقيا وعندك حلم العشر. دي حقيقه صعبه جدا على اللعيبه انه ما يفكروش في المباراه دي او في النهائي. ولكن المطلوب منك انك بتفصل في بعض الاحيان. انا هكمل لك النقطه دي يا كابتن عشان دي فكره مهمه جدا لاداره تيم زي النادي الاهلي. اوكي. انت لما بتيجي تشتغل انت بتشتغل على النادي الاهلي في الواجهه انك لازم تكسب كل مبارياتك. صحيح. انت دلوقتي زي ما انت قلت ان الجمهور بيطالبك انك تاخد الدوري، الجمهور مش بيطالب. ده بيراهن عليك كمان. لا ما هو يعني هو بيراهن انك تاخد الدوري لان حصل الموقف ده قبل كده من سنتين لو تفتكر. بص يا كابتن، الدوري بالنسبه للنادي الاهلي، بالنسبه للنادي الاهلي الجمهور ده عشقه الاول. طبعا. دخل العشق الثاني افريقيا علشان كاس العالم للانديه وده مهم جدا. ولكن خليني كنت اكمل لك فكرتي ان الفتره دي فتره صعبه على اللاعبين. فترة صعبة على ايه؟ على انك انت تخرج من مباراة لمباراة وانت عينك على الفاينل، ودي في حد ذاتها فيها صعوبة على اللاعبين قوي وعلى الجهاز الفني. زي ما انت شايف التشكيل اللي النادي الاهلي بيلعب بيه شبه ثابت، ولكن في عناصر مهمة ممكن الكم مباراة اللي فاتوا بيريح واحد ولا حاجة. ماشي. زي علي معلول، سوري، زي مثلا عمرو السولية في نص الملعب، ودي حاجة وده حاجة مهمة جدا، انت فاهمني، في الوقت الحالي. ولكن خليني بقى اروح بقى للسؤال بتاعك اللي هو دلوقتي. انت لما تيجي تقرب من المنافس بتاعك في عدد المباريات انك لعبتها وخلاص والموضوع تقلص، ايه اللي بيحصل؟ طول عمر النادي الاهلي لما بيدبدب ورا اي فرقة بلغة الكرة بتبقى فيها صعوبه عليه. صح. مكسبك بيخوف، ومكسبك بالنتيجه الطيبه والاداء الطيب خوف اكتر في سموحه. احنا اتكلمنا وانتقدنا نفسنا في ماتش بيراميدز ان احنا ازاي ما حافظناش على المكسب. صح. ودي كانت حاجه انا في وجهه نظري ساعدتنا في مباراه سموحه. احنا في الوقت الحالي انت بتلعب المقاولين العرب، انت باصص على الثلاث نقاط لان الثلاث نقاط هيقربوك رويدا رويدا مع المنافس الاولاني. مظبوط. ولكن اي بونت هيضيع من الاهلي في الفتره اللي جايه دي هيبقى فيها صعوبه شويه. طبعا. انت فاهمني، علشان كده انا محتاج اخلص بس المباريتين اللي قبل كاس افريقيا ولينا كلام اخر. بإذن الله. مش عايز في المباراه دي والمباراه القادمه اداء قدم اقتصاد في المجهود. قدم اقتصاد في الفكر. ايوه. على كل الحاجات دي لان احنا عندنا هدف اسمى اللي هو بطوله افريقيا والعشرة ان شاء الله باذن الله ربنا. كابتن بلال، يمكن النهارده مستر موسيماني تقريبا مثبت التيم بعد العرض والاداء المتميز في مباراه سموحه والنتيجه الكبيره اللي عملها، تقريبا مثبت التيم هو بس مريح عمرو السوليه وبادئ باليو ديان. صحيح. مظبوط. بص، هو طبعا مهم جدا وانت بتشتغل وبتشتغل بشكل كويس قوي انك انت تثبت الفرقه بتاعتك. يعني انا النهارده مثلا المدير الفني في بداياته بيشتغل ممكن على حسب الماتشات اللي اتفرج عليها، ممكن على حسب مثلا المعلومات اللي جات له من المدير الفني من المساعد اللي معاه. كويس. بيبتدي يشتغل ويركب لعيب ورا لعيب ورا لعيب لحد ما يستقر على تشكيله بالنسبه له الاقرب للمثاليه. تمام. ماشي. ولكن في حاجه، يعني كابتن عادل مثلا قال ايه، ان برضه هو اللعيبه وممكن طبعا برضه المدير الفني ممكن يكون بيفكر شويه برضو في ماتش الفاينل. ممكن. لا اكيد. وضع طبيعي. كويس. وضع طبيعي اكيد. فالوضع الطبيعي وانا مدير فني وعندي لعيب جاي من ايقاف زي بدر بنون، الوضع الطبيعي ان انا العبه. تبتدي بيه. صح. ما لسه في ماتش جاي. لسه عندك ماتش يوم الاحد، مباراه الاحد. اعتقد من وجهه نظري يعني ممكن يبدا بيه المباراه الجايه. ممكن يعني برضو خد بالك برضو على حسب مستوى ياسر ابراهيم النهارده هيبقى عامل ازاي. النهارده ياسر ابراهيم المباراه اللي فاتت برضو كان أدى بشكل جيد، سجل كويس. النهارده لو تألق وسجل هدف هتبقى برضو انت كمدير فني في حيره، عندك حيره شويه. هي. بس الحيره جيده، ايجابيه. مش حيره ايجابيه، مش سلبيه. مزبوط. بالنسبه له. مزبوط. تمام. ياسر عنده امكانيات وقدرات جيده جدا، المباراه اللي فاتت أدى بشكل كويس. صحيح. انقذ مرتين تقريبا الماتش اللي فات، اوقف هجمات خطر اقصد. فالنهارده انت كمدير فني برضو انت مهم جدا تروح للفاينل وانت كل اللعيبه اللي هتلعب في التوب فورم بالنسبه لك. أيوة. مهم جدا جدا بالنسبه له، يعني ايا كان اللعيب اللي موجود في الملعب مين.
تمام. تغيير النهارده عمرو السوليه واراحته برضو ممكن يكون ليها هدف. انا من وجهه نظري الهدف الاسمى والاكبر بالنسبه لي انك انت عندك ثلاثه على مستوى عالي جدا، فمش عايز تفقد واحد او تفقد واحد فيهم الثقه من وجهه نظري الشخصيه. ان النهارده بيكون عندي عمرو السوليه لعيب قوي جدا ولعيب مؤثر، واليو دانج لعيب مؤثر، وحمدي فتحي لعيب مؤثر، وبلعب باثنين، فانا كابتن لازم اعمل روتيشن دايم بشكل يعني بشكل يعني على طول يعني عشان ما افقدش واحد فيهم الثقه. لو قعدت واحد ماتشين ثلاثه اعتقد بعد ما كان بيلعب اساسي وموجود وعنده امكانيات وقدرات وبيظهرها كل مباراه، لو قعدته ماتشين ثلاثه ورا بعض هتقل ثقته بنفسه، وده الامر مش طبيعي. يعني ممكن اللعيب ممكن يبقى اليو ديانج ده لما قبل ما يلعب ممكن كنا نشوف ان هو اداؤه مش 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 كبير او مش جيد، لكن لما يبتدي يلعب والمدير الفني يعول عليه ويوصل لفورمه كبيره جدا ويرجع المدير الفني يحطه تاني احتياطي، اعتقد دي يعني بتبقى اصعب عليه شويه من ان هو اصلا لسه جاي وقعد احتياطي وما لعبش وما خدش فرصه بالنسبه له. مظبوط. فالنهارده تغيير الثلاثي اللي في نص ملعب او الروتيشن اللي بيعمله ما بينهم فتحي والسوليه واليو ديانج ده مهم جدا بالنسبه للمدير الفني. كمان لانك ممكن في كايزر تشيفز تتغير كمان الشكل وطريقه اللعب. صح. انا النهارده بيلعب ب 4 2 3 1 ممكن مع كايزر تشيفز يلعب ب 4 3 2 1 تبقى الطريقه متغيره. فهيحتاج برضو الثلاثي بتوع وسط الملعب اللي موجودين. صحيح. اما باقي التشكيله اعتقد المثاليه بقت اصبحت في الحته اللي قدام، خلاص هو استقر على طاهر محمد طاهر، مستقر على محمد مجدي قفشه، في استقرار بشكل يعني دائم على محمد شريف. التغييره بتحدث بس ناحيه اليمين، والمباراه اللي فاتت يمكن حسين الشحات ادى واحده من المباريات الجيده بالنسبه له، الراجل عمل شغل كويس قوي وبقاله ثلاث مباريات ثلاث اربع ماتشات موفق. مزبوط. وخد بالك كلمه موفق دي مهمه جدا في كره القدم، ممكن صحيح. تعمل كل حاجه وتفتقد التوفيق، فتبقى بالنسبه للجمهور والمدير الفني يحطك في حته ثانيه مختلفه شويه. النهارده حسين الشحات الماتش اللي فات بيسجل، اللي قبليه بيسجل، اللي قبليه بيسجل، عندك ثلاث مباريات مهمه جدا بينزل بيسجل فيهم، تمام، من ضمنهم مباريات في افريقيا. فعشان كده من وجهة نظر الشخصية أن موسيماني وصل للتشكيلة الأمثل بالنسبة له. صحيح. التغييرات هتبقى إصابة. أيوه. لعيب أجهد، لعيب بعد شوية عن مستواه، وده هياخد فترة كبيرة جدا عشان ياخد فيه قرار مستر موسيماني، ولكن التغيير هيبقى في أدق يعني في أدي الحدود. بمناسبة التغييرات تعالى نشوف تشكيل نادي المقاولين. هيبقى حسن شاهين لحراسة المرمى، على الطرف أمير عابد باكرايت وحسن الشامي ناحية الشمال، اتنين اللي في القلب محمد سمير وفاروقة، اللي بيلعب النهارده 4-3-1-2 ده على الورق. ثلاثة اللي في نص الملعب دفاعي محمد رزق، محمد مجلي، احمد شيمي، قدامهم عبد الله ياسين، واتنين قدام محمد حمدي زكي ولويس انستروزا. قولها مرة تانية، حسن شاهين لحراسة المرمى، حسن الشامي وامير عابد على الاطراف، اتنين اللي في القلب محمد سمير وفاروقة، ثلاثة اللي قدامهم محمد رزق واحمد شيمي ومجلي، قدامهم عبد الله ياسين، والاثنين اللي قدام محمد حمدي زكي ولويس هنستروزا، البدلاء احمد سيد، ابراهيم صلاح، محمد سالم، كريم مصطفى، احمد عبد العزيز زيزو، يوسف الجوهري، داوده، خالد الحسيني، عمر فتحي، سافيولا. عشان نشوف الاجواء دلوقتي في ملعب المباراة، تعالوا نروح لزمايلنا كريم أحمد ومحمد توفيق نتعرف منهم على آخر الأجواء. اتفضل يا كريم. برحب بيك يا كابتن ايمن، كل التحيه ليك والكابتن الكبار نجوم الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. متواجدين طبعا في استاد بترو سبورت، ومباراه غايه في الاهميه للمقاولون العرب وللنادي الاهلي اليوم في الجوله المؤجله، الجوله 26. يا رب ان شاء الله باذن الله تركيزنا يكون موجود، خدنا في المباراه يكون جيد زي ما شفنا في المباراه الاخيره مباراه سموحه، وباذن الله كمان مع التشكيل اللي حضرتك استعرضته طبعا مع كابتننا في الاستوديو التحليلي يكون تشكيل امثل، يقدر بشكل كبير جدا بيتسو موسيماني بالمهام اللي يمكن ركز عليها بشكل كبير جدا في التدريبات الاخيره وقراءاته لمباراة المقاولون الأخيرة من هايلايتس ومن ثغرات ونقاط قوة ضعف. إن شاء الله بإذن الله لعبتنا تكون يعني النهاردة مركزة بشكل كبير، والتوفيق يكون معنا كابتن أيمن. أنا بس يمكن أول ما لعيبة النادي الأهلي وصلت أو الجهاز الفني وصل مباشرة، بيتسو موسيماني وميشيلي أنا كنت مدرب الحراس توجهوا إلى استاد بترو سبورت وأرضية الملعب لتفقد أرضية الملعب. كان أنا قلت لك كابتن أيمن أرضية الملعب يعني لسه بقى لنا فترة كبيرة
ما بصيناش عليها، ويمكن لعيبه النادي الاهلي ما لعبتش عليها، فيمكن كان في لحظه كده اطمئنان. المنطقه بتاعت حراسه المرمى ال 18 الملعب بالكامل يعني داس فيه اللعيبه كده بشكل بسيط جدا، لكن بيتسو موسيماني الحقيقه هو اللي يمكن تجول في الملعب بشكل كبير. برضو يعني نقدر نقول الملعب نجيلته مش جيده جدا، لكن ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تتاقلم بكل سرعه على نجيله استاد بتروسبورت، ويا رب ان شاء الله الامور والمناخ والظروف كلها تكون معانا، والروح الكبيره اللي بنشوفها مع لعيبه النادي الاهلي تكون حاضر النهارده. ونقدر يا كابتن ايمن ثلاث نقاط هيكونوا مهمين مع ثلاث نقاط مباراه المقصه، لكن كالعاده وزي ما عودنا النادي الاهلي ومعودنا الجهاز الفني هي مباراه بتغفل بتنظر طبعا ليها المباراه المقبله. النهارده تركيز كبير واضح من اللعيبه، التحضير تم على اعلى مستوى من خلال التدريبات، ويمكن كمان عدد من اللعيب بيغيب وعدد من اللعيبه بيعود. يعني النهارده بيعود بدر بنون ومحمد هاني وولتر بواليا، كانوا بقالهم فتره الحقيقه الفتره اللي فاتت ما كانوش بيشاركوا مع فريق النادي الاهلي، محمد هاني الاصابه، وولتر بواليا الرؤيه الفنيه، ويمكن كمان عمرو السوليه. اتكلمت على عمرو السوليه، هي رؤيه طبعا خاصه، لان الحقيقه عمرو السوليه بيبذل مجهود كبير جدا، ويمكن المباراه الاخيره مباراه سموحه يعني جري بشكل كبير جدا وبذل مجهود كبير جدا، وكان واضح ان هو يعني طلع كده الطاقه اللي عنده كلها في مباراه سموحه، فيمكن الرؤيه كانت تحترم طبعا من بيتسو موسيماني والجهاز الطبي بالتأني بعدم الدفع في عمرو السوليه في التشكيل، وان ما يكونش متواجد بشكل عام في القائمه. الامور طيبه جدا يا كابتن ايمن، بنعمل بس ان شاء الله باذن الله لعبتنا النهارده تكون مركزه بشكل كبير، والتوفيق يكون معانا في هذه المباراه. كريم، ومن كريم نروح لزميلنا محمد توفيق ونشوف اخر اخبار نادي المقاولين. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك ونجوم الاستوديو التحليلي كباتن مصر كابتن علاء ميهوب، كابتن عبد الرحمن، كابتن اسامه عرابي، كابتن احمد بلال. لكن هنتكلم على اجواء داخل الملعب، اجواء اكثر من رائعه، درجه حراره مناسبه جدا ان احنا ان شاء الله نشوف مباراه كبيره النهارده بين الفريقين. كان فريق المقاولين كان اول حاضرين لملعب المباراه في تمام السابعة وعشر دقائق، ثم تابعوا طاقم التحكيم بقياده محمود البنا في السابعة والربع، والنادي الاهلي حل ثالثا في تمام الساعه السابعة والثلث. كل اجواء اكثر من رائعه بين الفريقين، يسودها الود والحب وطبعا العلاقات الطيبه اللي بتربط النادي الاهلي بنادي المقاولون العرب وكل انديه مصر. لكن لو هنتكلم بقى كمان عن موقف المقاولين العرب، يعني زي ما كريم احمد كلمنا عن النادي الاهلي واستعداداته، المقاولين العرب يمكن موقفه في جدول الدوري هو اللي صعب المباراه عليه النهارده. النادي المقاولين العرب ب 29 نقطه في المركز 14، هو اقرب الانديه للصراع المؤخره او الانديه المهدده بالهبوط، يمكن بيجي بعد على طول الرابع من تحت البنك الاهلي برصيد 25 نقطه، الفرق اربع نقط ما بين نادي المقاولين العرب ودائره الهبوط، يمكن ده صعب المباراه شويه. ده كمان اثر على سيئات المقاولين، يمكن كابتن عماد النحاس فور المباراه الاخيره والخساره امام الجيش 1-0 في اخر 3 دقائق من المباراه قرر لاستعداد مباراه النادي الاهلي بدون راحه، يمكن كان في تدريبات 2 و3 و4، وكمان الفريق يمكن دخل معسكر مغلق من قبل المباراه بيومين من يوم الثلاث استعدادا للنادي الاهلي. يمكن خلال المعسكر كابتن عماد النحاس كان مركز جدا على محاضرات الفيديو للاعبين، فرج اللاعبين على اكتر مباراه للنادي الاهلي ومفاتيح لعبه، خاصه مباراه سموحه الاخيره والنادي الاهلي قدر يحقق الفوز فيها برباعيه نظيفه. يمكن قبل ما الفريقين وصلوا الملعب، يمكن معلومه كده من الكواليس، نادي المقاولين العرب او كابتن عماد النحاس طلب من اداره الاستاد هنا بما انه صاحب الملعب والضيافه النهارده عدم رش نجيله الملعب، وده طبعا لانه عارف ان النادي الاهلي معتاد على رش النجيله قبل بدء المباريات في كل مباراه، لكن اعتقد بالعلاقات الطيبه اللي بين الفريقين كابتن سلام حفيظ هيقدر يعني انه يخلي كابتن عماد النحاس يوافق على رش ارضيه الملعب عشان اللاعبين يقدروا يادوا بشكل اكثر من رائع. على ذكر بقى نجومنا في الاستوديو النهارده معاك كابتن احمد بلال، هو صاحب اكبر عدد من الاهداف في مباراه واحده امام المقاولون العرب باربع اهداف في 28 اكتوبر 2002، واحرز اربع اهداف في مباراه انتهت بنتيجه 6-2 للنادي الاهلي، ودي كانت اكبر هزيمه للمقاولون امام النادي الاهلي. وكمان نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن اسامه عرابي بجانب كابتن ربيع ياسين هم اكثر لاعبي الاهلي اللي شاركوا امام المقاولون. دي كانت اجوانا واخبارنا هنا من داخل استاد بتروسبورت، الكلمه لحضرتك ودي فكره. شكرا جزيلا لمحمد. يبقى احنا شايفين الاجواء الحمد لله كويسه، نادي الاهلي باذن الله رب العالمين ان شاء الله يقدم مباراه جيده زي المباراه اللي فاتت، واعتقد ان المباراه صعبه على الفريقين. هتقول لي في فروقات كبيره جدا، هقول لك لا، النادي المقاولين الفتره الاخيره ابتدى مره ثانيه، هي يمكن كان بدا بدايه مش كويسه وبعدين ابتدت النتائج تتحسن، وبعدين رجع تاني النتائج اخر ثلاث مباريات تعادل مباراتين وخساره من طلائع الجيش، فدي حطت ضغوط زياده على اللعيبه، وبالتالي كمان فقدوا نقط كبيره، ابتدوا ينزلوا تحت يمكن في المركز ال 14، وده يعني بدايه صراع الهبوط، لان الفرق بينهم وبين اللي تحتيهم البنك الاهلي واسوان اربع نقط بس، فهيبقى النهارده في ضغوط كبيره جدا 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 على كابتن عماد النحاس. يمكن هو في حيره مش عارف يفتح الملعب ولا يقفل الملعب، يفتح الملعب هيبقى النادي الاهلي ممكن يعمل زي ما عمل في سموحه يحصل النهارده،
يقفل الملعب ويعتمد على المرتدات. اعتقد ان هو ده هو اللي هيبقى فكره الاساسي. تعالوا نروح مع بعض لتقرير المباراه وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. انتظروا. كابتن علاء هو كابتن علاء مش قال لك قول لا استنى إيه؟ لا انا بس لسه بيقول انا الوقت بص انا اقول الوقت ما شاء الله الاستوديو فيه اثنين يعني ما شاء الله اكتر واحد لعب مع مشاد نوير كابتن اسامه طبعا تاريخ كبير ما شاء الله كابتن ربيع وده اكتر واحد اكتر جاب مين اللي قال ان جاب اكتر جول التاريخ الوقت انت واضح ان فيه اربعه جاب اربعه عادها لك ثاني عادها لك سبعه عادها لك ثاني جاب اربعه في ماتش واحد عادها لك ثاني جاب اربعه في ماتش واحد كابتن كتير بس انا واحد اربعه في ماتش واحد بتتكرر اه لا لا سوبر هاتريك بس انت واضح ان فيهم جوه بالعكس ده لا لا خالص والله ابدا والله ابدا لو كنت عايز تقول والله العظيم ابدا انا بلال بحبه من زمان جدا وحاسس ان هو هيبقى حاجه كويسه كابتن علاء موقف المقاولين صعب جدا طبعا على الورق هو بيلعب 4 3 1 2 وهو حاطط محمد حمدي زكي ونستروزا اثنين راس حربه اعتقد ان هو مش هيلعب بالاسلوب ده اكيد لا طيب يعني ازاي بيفكر الكابتن عماد النحاس النهارده طب احنا كنا بنتكلم في الفصل الوقت كنا بندردش على موقف المقاولين واللي حصل وكده هو احنا بنتكلم عن موقف النادي الاهلي موقف النادي الاهلي موقف ان هو بيلعب على بطوله وعايز نقاط على طول فمش فارق معاه اي فريق بيلعبه على الجانب الاخر موقف المقاولين صعب المقاولين لاخر فتره يعني وصل ل 14 في الدوري العام يعني ترتيب ما يليقش المقاولين بعد البدايه اللي ابتداها في نص الدوري كويس قوي مظبوط الى جانب النهارده بيلاعب النادي الاهلي يعني اي حد بيلعب النادي الاهلي في الفتره دي ايمن مش بيحسب مليون حساب صح الامور عنده مش مظبوطه خالص خصوصا لو كان ترتيبه في الدوري مش مناسب يعني سموحه المباراه السابقه خسر بس ترتيبه كويس ما فيش مشكله بالنسبه له النهارده كابتن عماد بيحسب مليون حسبه في المباراه يعني مستر موسيماني وحاسب حسبه واحده بس وحاطط التشكيل ان هو بيلعب ثلاث نقاط بالناس اللي عندي كابتن عماد لا عماد بيعمل تشكيله وعنده حسابات تانية خالص مبدئيا هو مش هيفتح الملعب يعني اخر كلام ليك عشان بس نتكلم استحاله النهارده كابتن عماد يفتح الملعب الطبيعي لما بيلعب النادي الاهلي بيبقى نص ملعب وقافل كل المساحات بتاعت نص الملعب ده في الطبيعي لو الترتيب والامور كويسه عنده مزبوط. فالنهارده عنده ضغط تاني الترتيب اللي هو ال 14 صح فطبيعي النهارده يا ايمن وهو عارف متاكد النادي الاهلي بيلعب على ثلاث نقاط فهو النهارده كل اللي بيفكر فيه ازاي يقفل المساحات في نص الملعب وازاي يقفل الاطراف فالنهارده الاطراف هتقفل محمد حمدي اللي هو حاططه براسين حربه ولويس واحد مع علي واحد هيبقى مايل شويه عند اكرم بس لجوه شويه ايوه لان هو عارف ومتاكد ان مفتاح لعب النادي الاهلي عند علي معلول خصوصا بعد مباراه سموحه علي معلول استعاد مستواه بشكل كبير جدا وقلنا ان اكرم بيبقى متاخر شويه لما يلاقي المساحه والاستوديو اللي فات شرحناه الحمد لله كلنا كويس قوي عشان كده النهارده هو بيركز على حاجه واحده عبد الله هيبقى هو راس الحربه لما كان عادل بيتكلم دلوقتي واثنين دول هينزلوا مع اكرم وعلي معلول بس محمد حمدي هيبقى في القلب كرابع نص ملعب هو عماد عايز يقفل نص الملعب على قد ما يقدر انا عارف قوه النادي الاهلي في التحكم اللي هيعمله حمدي فتحي والو ديانج والحاجه اللي بتميز فيها النادي الاهلي ان هو بيسلم الكوره ورا مدافعين عند محمد مجدي اللي هو التلت الاخير حركات محمد شريف طاهر وحسين الشحات هي اللي هتعمل كل المشاكل للمقاولين عشان كده هو عايز يقفل المشكله من بدري هو مش عايز بقى المشكله ما توصل لحد حسين او توصل لحد طاهر هو تفكير انا بحترمه جدا لو بيفكر فيه هو انا ليه اوصل المشكله لخط الدفاع بتاع المقاولين طب ما انا من بدري قوي اقفل نص الملعب كويس قوي واركز على نقاط القوه اللي في النادي الاهلي على فكره الكلام اللي بقوله ده اي حد يقوله اي مدرب يقوله بس ساعه التنفيذ في الملعب هو ده دي اللي بتميز لعيبه النادي الاهلي صح بيعرفوا يخرجوا من الكلام ده كله كل مدرب هيقول لك انا هقفل نص الملعب واعمل زحمه ماشي ما الكلام ده كل الناس عارفاه صح. لكن تفوق النادي الاهلي في ايه امتلاك نص الملعب حمدي فتحي الاول وديانج وبعدين يقدر يوصلها كوره محمد مجدي المتحرك في نص الملعب لوحده خالص يبدا من هنا تبان الخطوره عشان كده دايما نص ملعبك هو اللي بيديك شكل اداء يعني في سموحه الامور كانت بادئه يعني انت دايما يا كابتن علاء بتقول اللي بيحسم الامور انا اقدر اقول لك من البدايه نص ملعبك نص ملعبك ده اكيد اكيد نص ملعبك وكان بلال بيتكلم او عادل تقريبا بيقول الوقت نص ملعبك الثلاثه
ما عندكش مشكله تلعب اي اثنين في وجود محمد مجدي، مفيش مشكله. أيوة. ديانج، السوليه، حمدي فتحي، ما عندكش اي مشكله خالص. الثلاثه بيادوا، اثنين منهم بيادوا الواجب تمام، محمد مجدي بيقدر يتحرك بعده. عشان كده بقول لك النهارده هي نص ملعبك ان شاء الله النهارده يبقى هو هيديك الشكل اكتر. كابتن اسامه، بمناسبه نص الملعب وكابتن علاء اتكلم عن دور محمد مجدي قفشه، السؤال هنا في حاله غياب محمد مجدي قفشه تتغير الطريقه ولا مين يكون بديل؟ لا، هو الطبيعي انك انت بتلعب بطريقه اساسيه بالنسبه لك كمدير فني، وبتغير احيانا لظروف، ولكن في الطريقه دي محمد مجدي قفشه لا غنى عن وجوده. مظبوط، بس في كمان ناصر ماهر، وطبعا وليد سليمان احيانا كان بيلعبها، وحسين الشحات احيانا كان بيدخله للعمق. بس انا بتكلم ايه، المدير الفني الاول خلال السنه بيبقى عنده طريقه اساسيه ايا كان بقى 3 4 3 4 2 3 1 4 3 3 4 4 2 اي طريقه، بيبقى فيه طريقه اساسيه. ولكن احيانا في بعض المباريات يا اما لظروف اصابات او لظروف فريق منافس عنده مراكز قوه معينه عايز يلعب عليها، مراكز ضعف معينه عايز يلعب عليها، ممكن يغير من طريقته، او في اثناء المباراه ساعات بتلعب مثلا 4 3 3 وبعدين جه في الجون فبتحاول تزود، تشيل مثلا واحد من نص الملعب، تنزل مهاجم زياده. لكن في طريقه اساسيه، فالطريقه الاساسيه لمستر موسيماني وللنادي الاهلي حتى من قبل مستر موسيماني مع فايلر وقبليها 4 2 3 1. مجدي قفشه هو احسن واحد في النادي الاهلي ويمكن في مصر دلوقتي في المنطقه ديت. معانا ارقامه على الشاشه اهي كمان، يعني طبعا ما شاء الله، يعني من افضل لعيبه النادي الاهلي في هذا الموسم. عنده بيعرف يعمل استحواذ كويس جدا، صحيح. من اللعيبه اللي ما بتخافش، في لعيبه لما حتى بيغلط في الملعب تلاقيه بيستخبى او مش موجود او كده. مجدي حتى وهو حالته مش حلوه قوي تلاقيه بيحاول يظهر للعيبه، بيحاول ياخد منه، بيحاول يستلم، بيعرف يلعب الناس. دي واحده من مميزاته. الحاجة التانية صانع ألعاب ممتاز، يعني عمل أجوان كتيرة جدا السنة دي سواء في إفريقيا أو في الدوري. تالت حاجة بيعرف يجيب جون، يعني في مواقف كتيرة كسب الأهلي فيها بأهداف. فهو ما شاء الله مميز وحالته الفنية كويسة، حتى لما بقولك بيبقى في حالة مش جيدة مهم. فبعض المباريات ممكن جدا ناصر ماهر يبقى موجود مكانه، ممكن جدا زي ما قلت لك حسين الشحات مثلا يخش في العمق وواحد يلعب بره، احيانا وليد، بس هو يمكن وليد الراجل ما اعتمدش عليه ك 90 دقيقه، لكن ممكن يلعب في المكان ده. في بقى مباريات زي الترجي، زي ماتشات مثلا مهمه قوي الراجل لعب بثلاثه ارتكاز، ده اسلوب مش عشان بس مجدي غايب، هو ممكن يكون حتى لو في وجود مجدي ممكن يلجا للاسلوب ده، لان بيبقى عايز يقفل المساحات شويه في نص الملعب ويعتمد على الجناحين وراس الحربه. وواحد من الباكين زي واحد زي مهم زي علي معلول مثلا في الهجمات. فهو مجدي قفشه ما فيش شك هو الاول في النادي الاهلي في المكان ده. لكن ايضا لو غاب ممكن يلعب زي ما قلت لك ناصر او حد تاني. ده دي حاجه. بالنسبه السريعه لفرقه المقاولين، هو عماد مش من المدربين المجازفين قوي في اللعب الهجومي، يعني تملي بيبقى متحفظ عقلاني حتى شويه في التحفظ. يعني حتى لما كان عنده سيف الجزيري ومحمد سالم قدامه ده برضه بتحس بيقف في نص ملعبه وبيلعب ويلعب على هجمات هجمات سريعه. مظبوط. فهو النهارده لما زي ما علاء قايل هو بيحاول يقفل بانستوزا وحمد زكي على الاطراف عشان عارف قوه بالذات علي معلول. لكن احيانا يعني حاطط هو يعتبر دول سته نص ملعب، يعني ما فيش حد فيهم راس حربه راس حربه. صحيح. فاحيانا بيودي انستوزا في بعض الاحيان يرميه لقدام وهو اللي يعتمد عليه في الكرات الطويله عشان سريع قوي. مزبوط. يلعب على انه يقطع بين قلبي الدفاع، يعني هي دي النقطه غالبا يا اسامه هتلاقيه عند علي معلول اكتر. ممكن يعني حته السرعه بتاع انستوزا دي هو عايز حد مع علي. أيوة. ده الاساس. لا ده اكيد. أيوة. يعني دي بس يعني هو بيلعب في الحته دي على طول يا كابتن. لا ما لا هو 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 بغض النظر عماد النحاس بيوظفه في الحته دي فاوقات. أيوة. زي ما بيقول اسامه بيعتمد عليه مثلا اخر نص ساعه ولا حاجه. أيوة. راس حرب يسيبه زي ما اسامه بيتكلم ويلعب على الكره. لما بيلعب يعني هجمه مرتده لما بيرجع يدافع. انما انت قصدك ان هو هيقوم بدور دفاعي مع علي معلول. ده اكيد النهارده خصوصا هو كمان وهيستغله زي ما اسامه بيقول في الهجمه المرتده انه عنده سرعه كويسه. يعني الاساس زي ما علاء بيقول هو بيلعب ناحيه اليمين، ده الاساس يعني في 90% من المباريات. بس احيانا لما بيبقى الشكل كده ممكن يوديه في العمق في راس الحربه لانه ما عندوش حد. يعني عبد الله ياسين اساسا
لاعب وسط ملعب صانع العاب مش مش مهاجم خالص. حمدي زكي برضو بيلعب ناحيه الجانب الشمال وما يعتبرش راس حربه راس حربه. والثلاثه بتوع نص الملعب اللي موجودين ما فيهمش حد يعني علاء مثلا من اللعيبه اللي كانت في نص الملعب بس على طول في ال 18 وبيجيب اجوان يعني في واحد نص ملعب كده. الثلاثه اللي موجودين التانيين دولت اللي هو مجلي واحمد الشيمي محمد رزق مدافعين ما بيخشوش جوه 18 نادرا. لا مجلي بيلعب يعني بيلعب لكن لا بس ما انا اقصد ايه ما بيروحش يهاجم تكمله قدامه تكمله قدام في رصع. فالثلاثه مدافعين اقرب للمدافعين وعبد الله ياسين صانع العاب وما بيكملش كتير هو اللي هتلاقي التكمله من نستوزا في الحاجات الطويله اللي عايزينها عشان سرعته ومحمد زكي احيانا وواحد بقى من الباكين امير عابد حسن الشامي ساعات بيطلعوا عشان يعملوا كرات عرضيه. فهو هيعتمد على قفل نص الملعب والاعتماد على الهجمات المرتده والضربات الثابته اللي محمد سمير بيجدها قوي. يعني في خطوره من محمد سمير لما بتيجي فاولات اللي على ال 18 والحاجات دي هو مميز فيها بس. والبقيه الامور اعتقد هتبقى في متناول النادي الاهلي انه يكسب يعني ان شاء الله. ولكن لو حصل والنادي الاهلي ان شاء الله جاب هدف مبكر هتتغير فكره عماد النحاس في التعامل مع المباراه. اكيد اكيد اي مدير فني لما بيبقى خسران غير لما بيبقى متعادل غير لما بيبقى كسبان 2-0 بيبقى بيغير اسلوبه وعنده بدلاء بره يعني محمد سالم بينزل عمر سافيولا بينزل عنده داوودة يعني ممكن يزودوا له الناحيه الهجوميه طبعا لو النادي الاهلي جابه. ولكن برضه هو ذهنه حاضر لمباراه الاهلي وسموحه اللي فاتت ولازم يستفيد من الاخطاء برضه اللي وقع فيها سموحه. ما طبيعي بس هو في موقف خطر دلوقتي ومش عايز طبعا يخسر هو نفسه يطلع حتى بنقطه ولكن لو جه في جون وبتاع ما هيعمل ايه ما هو لازم في وقت مش هيجازب قوي بس لازم بس في وقت لازم هيحاول يجيب جون ما هيعمل هيحاول بس هيبقى نفس الفكره اللي هو الاعتماد على الهجمات المرتده السريعه ولا هيفتح الجيم. هو عماد اسلوبه ما بيفتحش الجيم قوي عامه بس في وقت معين لو النتيجه فضلت 1-1 لغايه مثلا 10 دقائق في الاخر حاجه ممكن يجازف بقى خلاص يوصل لمرحله انه خلاص يعني يطابت يا اتنين عوزه يعني اللي هو خلاص بقى ولكن دي تبقى مغامره غير محسوبه. لا من غير محسوبه ليه ما انا خسران يا ايمن ما هعمل ايه ما انا خسرت خلاص خسران 1-0 وناقص 10 دقايق وربع ساعه لازم اخطر. انت بتتكلم على نهايه المباراه دلوقتي. انا بتكلم لو جه في هدف مبكر ممكن ما يفتحش قوي من بدري. ممكن يصبر برده ويلعب على هجمات مرتده وضربات ثابته ممكن. لكن لو في اخر مباراه 1-0 مثلا لا طبعا ده مفيش قدامه حاجه. لازم اجازف لازم مجازف طبعا. طيب كابتن عادل هتكلم معاك سريعا في حاجه وهنطلع بعد كده الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. حضرتك كان عندك تعقيب على ثبات خط الظهر النهارده وخصوصا وجود ياسر ابراهيم جنب ايمن اشرف بالرغم من تواجد بدر بنون وعودته بعد الايقاف. هنسمع من حضرتك تعليقك ولكن بعد الفاصل. رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وكان السؤال للكابتن عادل على ثبات التشكيل بالرغم من وجود بدر بنون. هو كان السؤال على بدر بنون. هل انت دلوقتي كمدرب انك انت ممكن تاجله الماتش ده وتلعبه الماتش اللي قبل الفاينل بالظبط افضل زي ما قال الكابتن احمد ولا الافضل؟ ما هو ده السؤال بقى. الافضل لو تلعبه النهارده وما تلعبوش اللي قبل الماتش. خوفا من ايه؟ خوفا لو لا قدر الله ممكن اصابه يعني يفضل يتعالج في وقت كبير. يبقى عندك وقت لكن قبل المباراه مباشره دي الاصعب. بس انا هقول لك فكر موسيماني انه عاوز ياكد انه خف تماما علشان كده اجل دي الحاجه دي حاجه. هو ما كانش مصاب هو كان موقوف. عارف يا كابتن عارف ولكن بدر بنون من اللاعبين غير اللعيبه الاخرى. بدر بنون لعيب كوره مش مجهود مش بيجري يعني يقدر يلعب وهو مرتاح افضل من انه يبقى مجهد لانه ايوه. انا كابتن عادل هيأجله الافضل ولا يلعب الافضل؟ لا بقول لك يلعب دلوقتي يلعب دلوقتي ما يلعبش المباراه اللي قبل الفاينل. ليه المباراه اللي قبل الفاينل انت ما تلعبش بالاساسيين؟
لا وانا هقول لك ان موسيماني هيعمل مخافة الاصابات يعني؟ لا موسيماني هيعمل كده. اي مدرب في الدنيا هيعمل كده. انا اعتقد انه الماتش اللي فات ماتش سموحه احنا كسبنا 4-0 وياسر ابراهيم عمل ماتش كويس. فهو يقول لك بدر لسه راجع ممكن ادي لياسر الماتش ده برده ماشيين ان هو لعب وهلعب بدر مثلا الماتش الجاي بس ممكن الماتش الجاي يلعب ويكسب مثلا ويطلعه بعد شهور. بص يا كابتن اسامه الحدث الاكبر كاس افريقيا انت عندك على طول افريقيا هو الحدث الاكبر مش عيني انا عين المدرب اصلا الحدث الاكبر هو كاس افريقيا انت بتلعب المباريات دي عشان تكسبها المباراتين اللي قبليهم في الدوري عشان تكسبهم ولكن بشرط انك بلا اصابات طبعا بلا اجهاد علشان كده انا اتكلمت في بدايه الاستوديو قلت المباريات دي مش عاوزه مجهود عايزه لعب مباشر عايزه هدوء مش عايزه نتائج كبيره زي ما انت بتقول وضغط 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 انا ما يهمنيش الامر ده نرجع بقى للحته بتاعه المقاولين العرب المقاولين العرب لاول مره بقاله مثلا في الدوري سنين كتير قوي اول مره يبقى ال 14 اول مره يبقى مشترك مشترك في الناحيه الدفاعيه في التهديف مشترك مع اربع فرق انه دخل فيه 33 هدف اللي هو مع انه كابتن عادل بدون السنه اللي فاتت كان نفس واخد المركز الرابع ناهي كويس عنده استقرار في النواحي الاداريه اللي فاتت يا كابتن ده اللي قبل اللي فات قبل اللي فاتت كان الرابع قبل اللي فات كويس اللي فاتت برضو كان بيعاني في يعني كان عنده صراع مع الهبوط لا بس 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 في النص الثاني عمل ريمونتادا يعني كويس ولكن لا المهم في ايه انك انت في المقاولين العرب في ناحيه التهديف رقم لا 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 لحظه واحده معلش انا صح امبارح كان السنه اللي فاتت كان الرابع السنه اللي فاتت كان الرابع هو الدوري اتوقف فتره كبيره وبعدين رجعنا مره ثانيه ونهى الكابتن عماد الرابع في استقرار عنده في النواحي الاداريه تقريبا المقاولين العرب السيستم بتاعه كويس. في استقرار كويس قوي انا كنت بقول على المقاولين العرب بعد النادي الاهلي اداره كل الدعم كل الدعم وكل حاجه موفرينها للكابتن عماد النحاس طبعا اللعيبه دول اللي جابوا المركز الرابع السنه اللي فاتت تمام ايه اللي حصل فرقه المقاولين العرب السنه دي هقول لك اول حاجه فرقه المقاولين العرب كان يجب يقلل السن شويه السن كبير جدا على فكره يمكن اقل واحد في الناحيه الدفاعيه سنا في المقاولين العرب امير عابد ماشي فاروقه ولكن فاروقه عاوز اقول لك عنده بطء شويه فنيا بالظبط لكن محمد سمير كبير حسن الشام كبير جدا ماشي. الحاجه الثانيه المهمه محمد رزق ومحمد مجلي واحمد الشيمي برضو من اللعيبه اللي كانوا بيلعبوا كتير السنه اللي فاتت ولكن كان معاهم بقى زياد الجزيري ومعاهم الجزيري طاهر محمد طاهر هل غياب طاهر والجزيري اثر طبعا يا كابتن المقاولين العرب ما عوضش بلعيبه سوبر اللي عوض بلعيبه عاديه افتكر انه يقدر يمشي انتظر على سيف الدين الجزيري فيرود كان فيرود هداف عندهم بالنسبه لهم بيترجم لهم كل الحاجات دي تعرف ان نادي المقاولين ما عندوش فيرود ثابت زي احمد علي مثلا قبليها كان احمد علي كان هو اللي بيعمل لعماد النحاس كل الشغل واحمد علي اللي كان معاه احمد علي من الناس اللي كان هداف الدوري على فكره في الوقت ده ولكن خلينا اكلمك بس على الاحصائيه بتاعه المقاولين العرب السنه دي ماشي. لما المقاولين العرب السنه دي يبقى من ناحيه في الناحيه التهديف اللي دخل فيه 33 هدف مزبوط. يبقى التاسع في الدوري مشترك مع دجله والمقاولين والاسماعيلي والمقصه ودي المقاولين العرب كان عنده ميزه في الحته الدفاعيه وبيلعب ممكن ما يجيبش جوان كتير ولكن ما يدخلش فيه جوان كتير دي حاجه الحاجه الثانيه من ناحيه التهديف هو ال 12 في الدوري برضو صح. في ال 12 في الدوري وجايب 27 هدف برضو عدد قليل بالنسبه اللي دخل فيه 33 هدف وجاب 27 هدف ده يديك انطباع عن الفرقه فيها ايه الفرقه فيها ناحيه دفاعيه مش جيده صح. متوسطه ناحيه هجوميه علشان كده المشكله اللي كانت عند عماد النحاس السنه دي في نص الملعب وليس في الهجوم ولا الدفاع لان الفكر بتاع الناس انه لو انت جبت جوان كتير يبقى انت المهاجمين او لو دخل فيك جوان كتير انت المدافعين ما انت قلت لي ان هو تاثر هجوميا ما هو تاثر هجوميا بغياب سيف الدين الجزيري واحمد علي احمد علي كان مهم جدا لكن انا بتكلم يا كابتن حتى دول لو كانوا موجودين كان طاهر محمد طاهر بيوديهم حته تانية كان كان لسه مجلي كان لسه بيثبت وجوده اللي انا سعيد بيه في نادي المقاولين الصبر الكبير
على عماد. ودي حاجه يعني انا بقول ان عماد مدرب محظوظ جدا انه شغال في منظومه زي منظومه المقاولين العرب. منظومه المقاولين العرب عندها استقرار دائما، ما عندهمش استعجال. يمكن المشرف العام المشرف العام محمد عادل من الناس اللي عندهم خبرات كبيره وعاليه قوي في حته التعامل الاداري مع المدربين. صحيح. ازاي يصبر وازاي يخليه في وقت من الاوقات ان هو يساعده، انت فاهم؟ فدي حاجه، فدي حاجه مهمه جدا بالنسبه للمقاولين العرب. صحيح. اما بقى بالنسبه للنادي الاهلي فانا ارجع واقول لك اخر كلمه، النهارده الماتش صعب طبعا، والماتش اللي بعده صعب، مش علشان هتلاعب مين ولا عشان الطريقه ايه، بس علشان انت عندك الفاينل. وما زلت بقول لك يا كابتن ايمن اني انت بتلعب وعينك على الفاينل، ما حدش يقدر يسنيك عن الامر ده، ده غصب عنك. صحيح. طيب تعال نروح مع بعض لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن رامي عادل المدرب العام لنادي المولين العرب. تحياتي ليك مره ثانيه يا كابتن ايمن وضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي، يعني مكملين في تغطيتنا لمباراه المقاولون العرب والنادي الاهلي، وبنضمنا في هذه اللحظات كابتن رامي عادل نجم النادي الاهلي والمقاولون العرب وكمان دلوقتي المدرب العام لفريق المقاولين. يعني برحب بحضرتك في البدايه في بيتك قناه النادي الاهلي. يعني مباراه كبيره امام النادي الاهلي، خساره في المباراه الاخيره امام طلائع الجيش، استعدته ازاي للمباراه النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بالكباتن في الاستوديو. والله يعني طبعا هي مباراة مهمة جدا، احنا بالنسبة لنا طبعا يعني هنتعامل معها ان هي مباراة زي مباراة، احنا محتاجين كل نقطة في الماتشات اللي جاية بالنسبة لنا. اكيد هيبقى فيه طبعا تركيز ازيد، اللعيبة طبيعي يعني تركيزها بيعلى مع المباريات ديت سواء اهلي او زمالك الفرق الكبيرة. يعني ان شاء الله محتاجين الماتشين دول ناخد منهم حاجة ان شاء الله، يعني نطلع بيهم بنقط بالنتيجة إيجابية الماتش دوت وماتش بيراميدز، لأن احنا بعد كده في توقف وموقفنا صعب في الدوري، فربنا يسهل إن شاء الله نعمل ماتش كويس النهارده بإذن الله. كابتن رامي، يمكن اعتمدتوا نفس التكتيك اللي اعتمدتوا فيه على مباراة الدور الأول بتقفيل العمق واللعب بأكثر بسرعات أكثر في الخط الأمامي، يعني سيناريو المباراة النهارده اللي رسمه كابتن عماد النحاس والجهاز المعاول للمباراة؟ لا اكيد النهارده هيبقى في حذر طبعا، انت بتلعب النادي الاهلي، النادي الاهلي طبعا منتشي الفتره دي، عامل مباراه كويسه جدا الفتره الاخيره، اتفرجنا عليه الفتره الاخيره على كذا مباراه، طبعا عنده نقط قوه كتير جدا، فاكيد طبعا عاملين احتياطاتنا وعاملين حساباتنا، اكيد مش هتلاعب النادي الاهلي زي اي فرقه ثانيه، بس في نفس الوقت برضه هتحاول ان انت ان شاء الله يعني تحاول تسجل في النادي الاهلي، انت محتاج الماتش طبيعي يعني ان شاء الله. كابتن رامي بنشكرك ونتمنى لك التوفيق فيما بعد مباراه الاهلي ان شاء الله. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن رامي عادل، يعني بنتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي وحظ الخلاص نقاط جديده في مشوار الحفاظ على اللقب للعام السادس على التوالي واللقب السادس والاربعين. كلمه لحضرتك وضيفك الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. كابتن بلال، ازاي مستر موسيماني النهارده يضرب التكتلات الدفاعيه المتوقعه لفريق المقاولين في نص ملعبه؟ دي حاجه مهمه جدا طبعا، يعني كويس. انا بس عايز اقول حاجه قبل ما نتكلم على مستر موسيماني وكيفيه ان هو يتعامل مع المقاولين العرب. المقاولين العرب الدور اللي فات كان كسبان الاهلي 3-0 والاهلي تعادل 3-3، لا كسبنا 3-2، سوري اسف، كسبنا 3-2 في مباراه كانت صعبه جدا جدا. صح. يعني طريقه عماد مع الانديه الكبيره ما بتختلفش كتير، يعني هو دايما بيرمي الطرفين ورا الباكين عشان يشتغل على المساحات اللي ورا الباكين، لانه عارف ان الاهلي بيهاجم بباكين والزمالك بيهاجم بباكين، هو بيشتغل بالحته دي وبيشتغلها بشكل كويس قوي. النهارده ملاعب حمدي زكي وملاعب لويس. تمام، عشان الاثنين عندهم سرعات فائقه جدا جدا ويقدروا يشتغلوا في الهجمات المرتده السريعه بشكل قوي جدا. ماشي. الثلاثي اللي في نص ملعب بالنسبه له دول يعني بيلعب بثلاثه فلات دايما بيدافعوا، محدش بيتقدم فيهم الا اذا كان هو بيحضر الهجمه. حلو. وقلما لما بيشتغل مع الفرقه الكبيره بتحضير الهجمات. كويس. لانه هو دايما بيعتمد على الكرات الطوليه. كويس. الكرات الطوليه مش في العمق، الكرات الطوليه على طرفين الملعب طرف. يعني هو دايما يعني لما بيقطع في نص ملعب بيشتغل على طول هجمه مرتده سريعه، لان هو دايما بيخلي الاثنين اللي على الطرف ثابتين. تمام، ما عندوش راس حربه صريح، ودي كويس. برضو مشكله عند عماد النحاس النهارده. كويس. قبل كده في كل الماتشات كان بيبقى عنده راس حربه صريح، النهارده ما عندوش راس حربه. حلو. مستر موسيماني. أيوة. النهارده محتاجين سرعه في اللعب. فرقه المقاولين العرب عندها عيب قاتل جدا، لما الفرق بتضغط عليهم ما بيعرفوش يشتغلوا كويس قوي. يعني ما بيعرفوش ان هم يمسكوا كويس ويتمركزوا كويس. ليه؟ لان الرباعي اللي في خط الظهر يعني عندهم بطء كبير جدا جدا جدا، سواء كان محمد سمير، فاروق لا طويل بس من لعيب ما عندوش سرعه عاليه، يعني حسن الشامي برضو نفس الموضوع ما عندوش سرعه عاليه. فالثلاثه دول انك تخترقهم بكرات سريعه
تمام، او واحد ضد واحد امر في منتهى السهوله. لو اشتغلنا الاهلي الشوط الثاني المباراه اللي فاتت لما سرعنا رتم الاداء قدرنا ان احنا نوصل ثلاث مرات وكان ممكن نسجل هدف رابع كمان في وقت من الاوقات. أيوة. انك تشتغل بكره سريع برتم سريع تمام، ما تكترش في التحضير، لان هو انت لما تكتر في التحضير هو اوريدي اصلا بيلعب باربعه. صح. وحسن الشامي وامير عابد في الماتشات اللي زي دي ما بيتقدموش على الاطلاق. يمكن حسن الشامي هتلاقيه النهارده من نص ملعب بيعمل الكروس باس، ما بيوصلش لل 18 وما بيوصلش لخط المرمى عشان يعمل الكروس، لا بيشتغل من بدري عشان يبقى عنده نفس انه يرجع مره تانية بسرعه في الحاله الدفاعيه. فهو بيشتغل بالاربعه اللي في قلب الملعب كانهم اربعه سنتر باكس وثلاثه قدامهم فلات، قلما لما واحد بيتقدم فيهم، ولو اتقدم بيتقدم عشان يصوب عشان يشوط تمام. اما في الحاله الهجوميه هو بيشتغل زي ما قلت لك كابتن على الاثنين اللي على الطرفين ومعهم راس الحرب ايا كان مين هيبقى موجود النهارده. ما اعرفش هل هيلعبها ب 4 2 3 1 4 3 2 1 4 3 1 2 ايا كانت الطريقه، بس هو في العموم اللي قدامنا ده ما اعتقدش انه هيحصل. اللي قدامنا ده اللي هيحصل انه اثنين هيبقوا فاتحين على الطرف وواحد هيبقى ينزل مع الثلاثه اللي تحت ويشتغل على سرعه الاثنين اللي موجودين قدام. احنا محتاجين نسرع رتم الاداء بشكل كويس. محتاجين نضغط على المولين العرب لانهم بيغلطوا كتير جدا في الحاله الدفاعيه. محتاجين نضغط من قدام كمان عشان نغلطهم في ال 18، لان مجرد انك تغلطوا في ال 18 انت بقيت قريب للجول. كويس. الفرص بالنسبه لك هتتاح ب بص يا كابتن هيلعب كوره طويله لقدام. يعني هو في يعني انا طبعا هو ما عندوش حد عالي يا كابتن يشتغل عليه من ورا. انا بقوله بس حته ان هو يحضر من الاربعه. لا هو ممكن يلعب في المساحات يعني هو خلف ده اللي انا بقوله في الظاهرين ان هو يقطع يشتغل في المساحه خلف الظهير وما بيشتغلش في القلب اللي ما عندوش لعيب يعني لما كان احمد علي موجود كان بيشتغل عليه الكرات الطويله. احمد برده قوي بيعرف يقف على الكوره كويس بيستنى محطه جيده. النهارده ما عندوش محطه. الثلاثه اللي موجودين ثلاثه بيلعبوا بوشهم مش بظهرهم، ودي برضو في بعض الاوقات بتبقى عيب للفرقه انك انت كره كرات العالي كلها هترتد عليه. بس حسن الشامي وامير عابد مميزين في الكلام دوت اللي هو الكور الطويله اللي خلف الباكين بيعرفوا يلعبوها كويس بالظبط. فده هيتطلب برضو هنقول عيب زياده من حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ان هم يضغطوا عليهم من بدايه المباراه. بس في حاجه ايمن ماشي يا بلاي اتفضل. لو حسن الشامي وامير عابد لقوا المساحه قدامهم بيتقدموا صحيح. ايوه مظبوط. يعني عشان كده انا بكلمك ان حسين الشحات وطاهر محمد يعني طاهر لازم يضغطوا عليهم من قدام. هم هيبقى ملتزمين اولا ملتزمين، لكن انت لو سبت المساحه للاثنين دول هم بيلعبوها كويس. حسن الشامي وامير عابد لما بيوصل امير اكتر كمان ليه لا انت فاهمني. ده بقى دور حسين الشحات وطاهر محمد طاهر. حسين وطاهر كمان زي ما بلال سريعا يا بلال زي ما بلال قال انه بيعتمدوا على الكرات الطويله بالذات محمد سمير تلاقيه بيعمل على طول كرات طويله عكسيه لخلف الباكين هو بيعملها طول. اتفضل. وكمان عندهم مشكله في العرضيات. كل الكروسات العرضيه عندهم فيها مشكله، لان عندهم مشكله في الرقابه بشكل كبير جدا. معظم الكروسات العرضيه على المقاولين العرب فيها خطوره كبيره جدا جدا لسوء التمركز بتاع مدافعين المقاولين العرب. حتى فاروق عنده عيب كبير جدا، هو مميز في ضربات الراس ولكن بيبص على الكوره بيبص على الكوره بس بالظبط. انا بقول لك التمركز بتاعهم خاطئ. النهارده انت ممكن يعني في لحظه تسرق المدافع، هو ما عندوش حته الرقابه ان هو بيلعب بجنبه مثلا يبص على المدافع يبص على المهاجم يبص على الكوره. دي مش موجوده عند لعيبه المقاولين العرب. صح. زائد البطء اللي موجود عندهم، زائد ان هم مثلا ممكن يغلطوا كتير جدا، لان اوقات كتيره جدا وانت بتشتغل الكرات الطوليه بيبقى لعيبه نص ملعب بتاعه المقاولين العرب مش في كامل تركيزها وما بتراقبش كويس. أيوة. فانت عندك فرصه انك كمان تشتغل على الهجمه المرتده السريعه لو قطعت من بدري. أيوة. تشتغل على حسين الشحات، تشتغل الناحيه الثانيه على طاهر محمد طاهر. وعندهم عيب طبعا ان واحد ضد واحد مش لصالح لعيبه المقاولين العرب، لو لان طبعا هم بيفتقدوا حته السرعه دي في الحته الدفاعيه. مزبوط. التصويبات كمان امر مهم جدا جدا جدا. المباراه اللي فاتت سجلنا كان حسين الشحات يا كابتن اللي سجل الهدف الثالث، عملها بشكل رائع جدا جدا جدا. دايما كمان واحنا وانت بتشتغل على المقاولين العرب بتبص على الناحيه العكسيه، مهم جدا جدا النهارده تشتغل عليها وانت بتحضر. يعني ممكن تلعب ناحيه اليمين وتلعب على الناحيه العكسيه. صح. الناحيه الثانيه هتبقى برده دي امر في منتهى الخطوره او هيمثل خطوره على فئه المقاولين العرب. يعني صح. احنا عندنا الاسلحه ان نقدر نشتغل بيها الكلام. المباراه اللي فاتت لما ضغطنا من البدايه، يمكن الشوط الثاني لو شفت الهدف الثاني اللي سجلناه كان الهدف الثاني او الثالث تقريبا، هما السموحه بتسنتر، انت بتضغط على الكوره بتسجل هدف. نموذج الهدف الثالث نموذج للهجمه المرتده السريعه ونموذج للضغط الجيد. اي فرقه في مصر دون استثناء تضغط عليها اعتقد ممكن تسجل هدف بالطريقه دي. اي فرقه في مصر. صحيح. تمام، لان هنا
الناس اللعيبه هنا بتفتقد التفكير السريع يا كابتن علي. يعني اللعيبه المدافعين هنا يعني ما عندوش حته ان انا بسرعه بحضر وبشوف اللي قدامي وبلعب لمين. لو لعيبه النادي الاهلي ضغطت في الثلث اللي قدام اعتقد هيبقى الامر صعب جدا على فريق المقاولين. ده كويس قوي كناحيه هجوميه ولكن لو نفتكر مع بعض المباراه الاولى الهدفين اللي اتسجلوا يعمل ايه مستر موسيماني كمان علشان تلافي اخطاء المباراه الاولى في الشوط الاولاني. المباراه الاولى انا فاكر الاهداف كره بتتلعب ورا الباك بتاعك لعبت ورا علي معلول راح تقريبا حمدي زكي تقريبا راح واحده بيها واحده سيف الجزيري الاثنين اتلعبوا بنفس الستايل بنفس طريقه اللعب. هو بيقفل كويس قوي في نص الملعب لانه بيلعب بثلاثه فلات وبيخلي الباكين يقابلوا الاثنين يقابل حسين الشحات والناحيه الثانيه يقابل محمد طار. اول ما بيقطع بيشتغل على طول كره طويله. يبقى دور حمدي فتحي النهارده هيبقى دور مهم جدا مع الاثنين السنتر باكس بتوع النادي الاهلي. مطلوب منهم الرقابه لان خد بالك الماتش اللي فات او الاهداف اللي سجلها النادي الاهلي ما كانش فيه رقابه. يعني الاثنين السنتر باك بتوعنا موجودين بس مش مراقبين الاثنين المهاجمين بتوع المقاولين العرب. عشان كده كان لما كل واحد بياخد الكره هم عندهم سرعه كمان. يعني لما تعمل واحده ضد واحد هنستروزا سريع جدا 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 مش هتقدر يعني بامكانياتك انت كمدافع نادي الاهلي مش هتشتغل معاه واحد ضد واحد هيبقى سريع جدا عليك. فكون ان انت تراقبه والكره معاك ده امر مهم جدا وده ما كانش وده ما حصلش في الجونين اللي سجلهم المقاولين العرب الماتش اللي فات. صحيح صحيح كابتن علاء هنشوف اهداف بكره النهارده ان شاء الله الشوط الاول ان شاء الله ان شاء الله كابتن اسامه. انا شايف ان الاهلي ممكن يجيب اهداف الشوط الاول. كابتن عادل شايف ان ممكن الاهلي يجيب اهداف في الشوط الاول ان شاء الله. كابتن بلال اتمنى باذن الله. لا لا سيبك من اتمنى كل مره تقول لي اتمنى 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 ان هو وبعدين هو يقول لك كده يقول لك اتمنى كل مره اساله اتمنى الامنيات بتتحقق يا كابتن. يعني طيب ماشي خلاص كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث الشوط الاول ارجوكم انتظرونا.